احيانا مشاهدينا بعض لاعبي كره القدم المعروفين والمشهورين جدا بيفضلوا مصلحتهم الشخصيه او مصلحه الانديه اللي بيلعبوا فيها على المنتخبات اللي بينتموا اليها. ده بيكون خوفا من الاصابه او من تاثير الغياب عليهم في الانديه. لكن ده ما حصلش مع نجمنا محمد صلاح اللي عمره ابدا ما تاخر عن المنتخب رغم اهميه لعبه في فريق ليفربول، وكان دايما حاضر حتى في المباريات الوديه اللي بيلعبها المنتخب المصري. خلينا نتكلم النهارده عن تفضيل صلاح للمشاركه مع المنتخب في ظل احتياج ليفربول للفتره اللي جايه في الدوري والكاس، وازاي هيقدر النادي انه يعوضه. خلينا ناخد على التليفون الناقد الرياضي بلال السيسي. صباح الخير عليك يا بلال. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا محمد، وصباح الخير على كل اهلنا الطيبين، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يبقى عام خير وعام سعيد علينا وعلى كل اهلنا في مصر الحبيبه وامر الله ان شاء الله، ويبقى عام كله باذن الله ان شاء الله نجاحات، وباذن الله ان شاء الله ارقام قياسيه. صباح الخير على كلكم. اكيد صباح الفل عليك. خلينا بقى نتكلم معاك كده في صلاح، ازاي انت شايف تفضيل صلاح انه يبقى دايما موجود ودايما مشارك ودايما موجود مع المنتخب، ما بيفرقش معاه بقى قصة النادي اللي بيلعب فيه محتاجه ولا لا، لما بيلاقي المنتخب بيقول تعالى يا صلاح بيجري جري. ده بيبقى نابع من المسؤولية اللي واقعة على صلاح. صلاح هو أيقونة الكرة المصرية حاليا، صلاح هو أيقونة الكرة العالمية حاليا، صلاح قيمة كبيرة جدا للكرة المصرية والكرة الإنجليزية في طبعا خاصة ليفربول. صلاح أمنية حياته اللي هو بعد النجاحات اللي حققها على مستوى الأندية اللي هو يحقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، يمكن الحظ ما كانش واقف بجوارنا في نسختين سنة 2017 بعد التأهل النهائي والخسارة من الكاميرون في المباراة النهائية 2-1، وآخر نسخة اللي هي كانت في الكاميرون والخسارة بركلات الترجيح من المنتخب السنغالي. فصلاح كان عنده هدف وعنده يعني تارجت محدد نفسه يحدده خلال يحققه مع المنتخب الوطني وقيادة المنتخب لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية والغائب من منذ 2010. ده رسالة قوية جدا بيوجهها صلاح اللي هو يعني بيرفع مصلحة الوطن ويرفع مصلحة الكرة المصرية على مصلحته الشخصية ومصلحة نادي ليفربول. نعلم تماما كلنا ان ليفربول بينافس او متصدر دوري صدارة ترتيب الدوري الانجليزي المنتخب برصيد 42 نقطة، والفرق ما بينه وما بين اقرب المنافسين ليه مش كبير، بنتكلم ان استون فيلا 40 نقطة وكمان مانشستر سيتي 40 نقطة، فده بيدل على قوة الدوري الانجليزي ويعني اقتراب عدد النقاط، وان صلاح هو الايقونه بتاعت ليفربول، هو اهم لاعب في ليفربول، هو اللي اكثر لاعب مؤثر في ليفربول حاليا، ورحيله في الوقت ده اعتقد ان هو هيؤثر على الفريق الانجليزي بشكل كبير جدا. لكن صلاح ما بصش لكل ده، صلاح بص لمصلحه الكره المصريه، صلاح بص اللي هو هدفه الاول دلوقتي اللي هو سعادة الجماهير المصرية اللي دايما بتدعم صلاح واللي دايما واقفة ورا صلاح. كان على قدر المسؤولية بشكل كبير جدا. ده اللي كمان بيدل ان 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 هو بيركز عشان خاطر يرد على جميع الانتقادات اللي بتقول ان صلاح لما بيجي مع المنتخب ما بيبقاش هو صلاح بتاع ليفربول. ممكن يكون في بعض الاوقات احنا من كتر ما احنا بنحب صلاح، من كتر ما احنا شايفين ان صلاح يعني اهم لاعب العالم، عايزين منه اكتر وغيره. لكن زي ما حضرتك قلت يعني ده مش غريبه ابدا على محمد صلاح، عمره ما بيتاخر عن المنتخب الوطني، في حين انه في لاعبين دوليين كبار جدا للأسف بيفضلوا البقاء مع أنديتهم، طبعا بيخافوا على إصابتهم أي إصابة، بيخافوا كمان على إن هم يسيبوا النادي ويروحوا يلعبوا في المنتخب الوطني الخاص بيهم. بتشوف السلوك ده والظاهرة دي إزاي مع لاعبين دوليين كبار في العالم؟ أعتقد إن هي ظاهرة سلبية كبيرة بشكل كبير جدا، وتفضل دايما علاقة في أذهان الجماهير الخاصة بالبلد. يعني جول ماتيب صديق صلاح في ليفربول رفض خوضه في مرفع كأس الأمم الأفريقية اللي فاتت، ويعني فده أو سنة 2017، وده كان نقطة سلبية في تاريخه وبطرده لغاية دلوقتي. كمان أونانا بعد التقارير اللي طلعت، حارس مرمى مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون، بعد التقارير اللي طلعت وقالت اللي هو ما كانش عايز يبقى موجود، لكن هو في النهاية بقى موجود ويرجع من الاعتزال الدولي عشان خاطر يبقى موجود مع المنتخب الكاميروني. دي لعيبه ما بقاش عندها حنين للوطن، لعيبه ما بقاش عندها ترابط ما بينها وما بين بلادها، بينسوا دايما ان اهم حاجه هي الكره بتتلعب عشان خاطر المنتخب، الكره بتتلعب عشان خاطر الهدف الاسمى، والهدف الاسمى بالنسبه لاي لعيب هو تمثيل منتخب بلاده، سواء في المحافل الدوليه والعالميه والقاريه، بالاضافه اللي انت كمان بتبقى عامل تاريخ لنفسك مهما انت حققت ارقام فرديه او مهما انت حققت القاب مع الانديه،
ما بقاش ليها اي قيمه دون المسيره الدوليه. شفنا دوت مع ليونيل ميسي، يعني واحد ما فيش خلاف ان ميسي واحد من ابرز لعيبه العالم، وهو يمكن هو ورونالدو في التوب فورم لغايه دلوقتي رغم كبر سنهم. بنشوف ان هم كانوا محققين كل الارقام القياسيه مع انديتهم وعلى المستوى الفردي، لكن كان دايما بيطاردهم فكره فشل تحقيق اي بطولات مع منتخب مع منتخبات دولته، سواء منتخب البرتغالي لرونالدو او منتخب الارجنتين لميسي. فده ان ده اللي بيدل على العقليه، ان الناس ديت فضلت لغايه لما حققت المطلوب منها. ميسي قاد الارجنتين لتحقيق لقب كاس العالم، ميسي قاد الارجنتين لتحقيق لقب امريكا، كذلك رونالدو قدر يحقق مع المنتخب البرتغالي دوري الامم الاوروبيه وقاد وتحقيق اليورو. فبناء عليه رد على كل المشككين فاكتملت اللعبه. فانت مهما انت وصلت لنجاحات على مستوى الانديه هتفضل طول عمرك شبح فشلك مع المنتخبات او شبح عدم تمثيل منتخب بلادك او رابطه البيت دعوه منتخب بلادك بيطاردك طول الوقت. وده باذن الله ان شاء الله اللي صراحه يعني يتجنبه تماما الحمد لله رب العالمين، ودايما عنده المسؤوليه ودايما عنده فاهم قيمه يعني منتخب مصر. منتخب مصر ده قيمه كبيره جدا، والحلم لاي لاعب الانضمام وتمثيل منتخب مصر سواء في المحافل القاريه والمحافل العالميه. وباذن الله ان شاء الله تكمل التورته الجميله ديت والرسمه الجميله جدا تحقيق لقب كاس الامم الافريقيه. اكيد ان شاء الله يا رب. صلاح مطرح ما بيكون موجود بنلاقيه مؤثر، يعني احنا بنبقى مستنيين دايما لما بيجي منتخب مصر وبنشوف الحاله اللي هو بيعملها في المنتخب وازاي بيبقى المنتخب كله في شكل معين كده وفي بينهم هارموني وفي بينهم تناسق. برضه في نفس الوقت ليفربول هيفتقد صلاح بشده، وده اللي قاله كلوب ان هو بيفكر هيعوض غياب صلاح ازاي. يعني كلوب بيتعامل طبعا على اساس ان صلاح لن يتخلى ابدا عن التواجد في الفتره القادمه في كل مباريات المنتخب المصري. فاحنا عايزين نعرف اهميه وجود صلاح في الفريقين عندنا بيبقى عامل ازاي، وبرده ازاي كلوب قاعد عمال يحط خطط علشان يعوض غيابه. اعتقد ان صعب على كلوب جدا تعويض غياب صلاح. يعني احنا لو شفنا ارقام صلاح الموسم الحالي هنشوف اللي هو اكتر لاعب تاثيرا في الخط الامامي في ليفربول. هنشوف اللي هو اكتر من مرر واكتر من صنع لليفربول اهداف هذا الموسم، اكتر من سجل لليفربول هذا الموسم. فتعويض صلاح هيبقى صعب جدا على يورجن كلوب. كلوب هيبقى محتاج اللي هو يجيب لعيب جاهز، ومهما انت صرفت او جبت مش هتقدر تجيب نفس كواليتي صلاح في الوقت الحالي. ليفربول هتاثر بشكل كبير جدا في المنافسه في الدوري الانجليزي بسبب غياب صلاح، لكن كل دوت في النهايه الفرق والانديه الكبيره ما بتقفش طبعا على اي لعيب. قد تتاثر ماتش او ماتشين بكتير جدا وتستعيد توازنك مره ثانيه لحين عوده. امال هيعمل ايه في الكلام اللي داير انه وارد ان صلاح يروح الدوري السعودي في حاله ان فعلا صلاح قرر انه يعمل كده؟ وهل انت شايف اصلا ان ده وارد فعلا ممكن؟ وكل شيء وارد في كره القدم حاليا، لكن اعتقد ان عقليه صلاح بتخليه اللي هو لسه لغايه دلوقتي يبقى موجود في انجلترا مع ليفربول، خاصه اللي هو عنده تارجت كبير جدا لتحقيق افضل لاعب في العالم. وانت لو خدت خطوه الذهاب للدوري السعودي هتبقى المنافسه على لقب افضل لاعب في العالم صعبه للغايه. ليفربول مش هيفرط في صلاح بسهوله، خاصه ان هو مش هيبقى عنده القدره اللي هو يجيب نفس جوده صلاح، لعيب بنفس جوده صلاح مره ثانيه. لو فكر اللي هو في التخلي عن صلاح هتضطر ان انت تصرف فلوس كتير جدا جدا عشان تقدر تجيب لعيب يقدر يعوض رحيل محمد صلاح. لكن طبعا ده هذا لا يقلل اطلاقا من رغبه او من ما يدور في الكره السعوديه والدوري السعودي حاليا. وزي ما حضرتك قلت الكره طبعا ما فيهاش يعني دايما بتتغير ودايما بيبقى في معلومات مختلفه في كل يوم. بشكرك شكرا جزيلا، وهيفضل دايما يعني محمد صلاح هو فخرنا في كل سنه في 2023 و24، ودايما هو فخر للكره المصريه وخير سفير لمصر دايما. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي بلال السيسي.